بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، وخلال البرقية أعرب وزير الداخلية عن أمله أن يعيد المولى عز وجل هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وازدهار. مشيرا إلى أن الاحتفال بهذه الذكرى يؤكد أن إرادة الله دائما ما تدعم العمل الجاد المخلص كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج للمستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام